70,000، يبقى جمعيته 100 ايه او 3000 ايه، دول اللي بيديروا مصير 140,000 بني ادم. وال 3000 دول فيهم 50% مش اعضاء في النادي، 50% جايين باوتوبيسات من الدائره الانتخابيه الرئيس النادي في بشالوش، والاوتوبيسات كانت واقفه عند بوابه النشاط الرياضي. دي اول حاجه. الثاني حاجه طبعا رئيس نادي الزمالك النهارده طول النهار الاذاعه الداخليه للنادي بتذيع ان اللي مش هيحضر ويقوم يسجل اسمه هيتفرض عليه غرامه 1000 جنيه اثناء التجديد لما يجي يجدد الكارنيهات بتاعته. طبعا دي غرامه وهميه وده مش حقيقي. وحاجه ثانيه كمان، ان كان الامن بيمر على الترابيزات يتاكد اذا كان العضو سجل او ما سجلش، واذا ما سجلش بيهدده بالغرامه وبيقول له كمان ان هيتسحب الكارنيه ويتم منعه من دخول النادي لمده شهر. طبعا رئيس النادي اقحم الجمعيه العموميه نادي الزمالك في امور خاصه بالنيابات وخاصه بالتحقيقات الاجاليه. لو سمحت، الباطله. اتفضل. الباطله جمعيه الباطله. ايوه بالظبط. كان بس طبعا هي باطله بناء على قرار اللجنه الاولمبيه المصريه. الله ينور عليك. طبعا ده مش كلام نحدة، قرار رسمي. ومع ذلك اللجنه الاولمبيه عندما انتفضت عشان الكلام اللي هيسمعوه المشاهدين من حضرتك يا استاذ علاء، لان لا يمكن ابدا ان جمعيه عموميه تعين قاضي تحقيقات. اتفضل. طبعا ده بيقول الجمعيه العموميه، هو قام مسك المايك وقال انا بطالب، هو اللي طلب، قال انا بطالب الجمعيه العموميه ترسل خطاب لوزير العدل تطالبه بتعيين قاضي تحقيقات، وان مفيش مسؤول في نادي الزمالك يروح النيابه الا لما يجي قاضي التحقيقات، ولو ما جاش مش هيروح. طب يا جمال عموميه ايه علاقتها بالكلام ده؟ فكده ولو ما راحش النيابه هتعمل له ضبط واحضار. يعني هو كده لو ما راحش النيابه هتعمل له ضبط واحضار. كمان دي بلاغات، والنيابه اللي بتحقق فيها الجمال العموميه مالهاش علاقه بالموضوع ده. غير كده في حاجه ثانيه، محمد حنفي مدير المتابعه في نادي الزمالك جاله استدعاء من نيابه الاموال العامه. نادي الزمالك رد على نيابه الاموال العامه وقال ان محمد حنفي في اجازه مرضيه لمده اسبوعين. محمد حنفي النهارده كان موجود في النادي بيمارس عمله بمنتهى الاريحيه، ما عندوش اي مشاكل خالص، طول النهار بيمارس عمله بشكل طبيعي للاعداد للجمعيه العموميه الباطله اللي اعقدها رئيس نادي الزمالك. النهارده عندنا رئيس نادي الزمالك النهارده، طبعا هو قال كلام امبارح نفاه النهارده. امس رئيس نادي الزمالك قال اللجنه الاولمبيه ليس لها الحق في رفض الجمعيتين العموميتين وانا هعملهم غصبا عن التخييم. النهارده رجع وقال اللجنه الاولمبيه ما بعتتليش خطاب برفض الجمعيتين العموميتين. اذا كان انت امبارح في قلب النادي وعلى اعضاء الجمعيه العموميه قلت ملهاش حق ترفض وهعملهم قبل التخييم، هعملهم غصبا عن التخييم، ونفس التصريحات قالها المدير التنفيذي للاسف محمد سويلم. جاي النهارده غير الكلام خالص،